off some tags. Only got $20 in my pocket. محمد يحيى مرحبا بك مره اخرى في برنامج سبورت كافي. كنا كنتمناو نتلاقاو ونذكروا ونحلوا المقابله ديال الفريق المغربي والنيجيري بواحد التاهل بالفرحه، ولكن عكس ذلك الفقصة هي عنوان هذا البرنامج. اولا شكرا على الدعوه الاخ توفيق، وبالمناسبه نقدم حر التعازي للعائله ديال الاسره ديال البرازي، اللي بكل صراحة المشاعر العائلة ديال البرازي بالكرة المغربية كلها هي فقدت رمز من رموز يعني حارس كان كبير. وبخصوص المقابلة فكما قلتي كنا تنتمناو يعني ندعو المنافس المقبل في نصف النهاية، ولكن كما تنقولوا هذه كرة القدم، يعني حتى واحد ما كان تيتوقع بأننا غادي نوصلوا للدورات. هذه الفقصه هذه ماشي كره القدم السي محمد. انهيار، كان انهيار جماعي، كان انهيار تكتيكي تقني بدني وكذلك معنوي. نبداو حنا نطرحوا الاسئله ديالنا، شنو هما؟ نبداو بالسؤال الاول، شكون المسؤول؟ انا بصراحه يعني المسؤول الاول والاخير يعني هي المجموعه اللي كاينه في يعني اللي مشات لعبات كوب دافريك. يا الكل تيتحمل المسؤوليه، لا من لاعبين ولا من لان الانفو تتماركي البيت الاول الثاني. فيعني حنا تنقولوا باللغه ديال الكره تقتل المقابله، فما بذلك ثلاثه ديال الاهداف. فيعني في 45 دقيقه اللي سجلت عليك اربعه اهداف، فتنظن بان يعني اللاعبين ما كانوش مهيئين بسيجيكمون، كان بزاف ديال العوامل اللي خلاتهم باش يعني يخسروا مقابله اللي كانت في المتناول. واش شافوا راسهم في نصف النهائي في لاميتا؟ ما كانوش مستعدين ذاك الاستعداد الكامل والكافي امام خصم اللي شفناه ما دخل بوجه اخر في الشوط الثاني. و شنو بان لك، شنو فين بانت لك وفي اي لحظه بان لك بان المقابله صافي راه تقلبات؟ صراحة يعني لما تتماركي البيت الاول تتماركي البيت الثاني، وخصوصا المستوى كما قلتي اللي ظهر به المنتخب النيجيري، فيعني لا علاقة بالمنتخب اللي تنعرفوا منتخب كبير. المنتخب المغربي الشوط الاول سيطر سيطرة كاملة، سجل ثلاثة الاهداف، فقلنا هادي زعما كمناسبة باش المنتخب يدوز بسهولة الناس النهاية. ولكن اللي باغي نقول هو كاين واحد كاين الفرق ما بين اللاعب المحترف هنا في الناس الخبراء ديال الكرة، علاش فرقوا ما بين اللاعب المحترف ولاعب هاوي؟ نقدر نقول لك انا ولو النتيجة 3-3 وصلت كاع 3-3 ويقدروا اللاعبين، لان باقي كاينين اشواط اضافية تقدر تمشي ضربات الجزاء يعني باقي. ولكن كما قلتي اللعابه بان النهار يعني ما لقيت فاش تسجل عليهم البيت الاول والبيت الثاني، يعني من خلال مشاهده المقابله عرفت بان المقابله غتضيع من اللاعبين ديال المنتخب. ولكن عندما تتكلم حنا اللعابه ما عرفوش نهارو نفسانيا نهارو. الدور ديال المدرب كيكون ذاك الساعه، كيجي المدرب كيجي كيقحم اللعابه ولا كيعطي ذاك المعنويه. حنا المدرب راسو اللي خصو يعطي الثقه، ما خصو اللي يعطي الثقه هو راسو. كما قلنا في يعني في الحلقه اللي فاتت بان الظروف اللي مشاو بها المنتخب، فيعني اصلا بن عبيشه يعني الاجواء الافريقيه جديده ندوي بصراحه. يلا اول كوب دافريك، يعني هذه كرة القدم ماشي كما تنقولوا حنايا الباسكيت ولا الهوند اللي غدير واحد يعني الوقفة باش تجمع اللاعبين ديالك ودوي معاهم. أصلا خصك تدوي مع 11 لاعب كاين وسط الملعب، صعيب يعني هنا كاين تواصل، يعني نقدر نقول كاين تواصل مع عميد الفريق اللي يقدر هو يعني يتحكم في هذيك المجموعة اللي داخل رقعة الملعب، ومن خلال تسجيل ديال الهدف الاول. يعني ان فوا المنتخب النيجيري تسجل الهدف الاول، فهنا كان الدور كما قلتي ديال المدرب ديال عميد الفريق، هما اللي
يعني تيكون بيناتهم واحد تواصل. انا ندوي مع عميد الفريق، عميد الفريق تيدوي مع اللاعبين اللي قرابين ليه داخل رقعه الملعب. لكن دابا انا شي كنسمعوا بزاف ديال الشوط الاول ديال اللعابه، الشوط الثاني ديال المدربين، كنامن بزاف انا بهذا الديسكور هذا، وطلع لي طلع لنا في الراس بوضوح. اسمع انت كتلعب كره، انت كتلعب كره، حنا كنتفرجوا الفهمه ديالنا على قد الحال، ولكن القراءه كانت واضحه. كيفاش داك الاقحام ديال اللعابه اللي كتزيدهم وانت الباخره كتغرق، كتزيد غرقتي الباخره. هذا كنظن خلي دابا الظروف خلي داكشي كلشي، كنهضر على قراءه ديال اللحظه، صوره ديال المقابله قريتيها ولا ما قريتيهاش مزيان، هذه كنظن كتدخل اكثر في الكفاءه. الكفاءه ديال المدرب هنا فين خصها تبان، وداك لو بلوس يمكن له يعطي كيعطي في هذه اللحظات. اذا ما عطاش في اللحظات واش غادي يعطيها اسمان؟ اساسا ملي كما قلت لك انا، ملي تكون عندك واحد المجموعه صافي دير تكون عارف شكون، وانت محمل من الاختيارات كتقولها من الاول. انا خديت الاختيارات ديالي، الاختيارات ديالي، وانت متحمل مسؤوليتي. تطراها على مثلا اللاعب اللي غادي يدخل، غادي يدير واحد الاضافه لهذوك اللاعبين اللي يعني كاين لاعبين اللي كاينين يعني كما تنقولوا حنا الخطه كيفاش تدخل بها، تتعرف بان واحد المقابله غاديه وانت تشوف لي بوين فيب اللي ولاو عندك تما، فين تدخل بلوس اللي غادي يزيد باش يعاود باش يعاود التوازن ديال ليكيليبر ديال انا تنظن بان الدخول ديال البحري فبصراحة يعني انا تفاجات الاداء في هذا الكاس افريقيا من اللاعب فريق الفتح تنشوفوا يعني انا لك ناخب وطني، انا من اول لاعب اللي نقدر نادي عليهم هو البحري، فالاداء ديالو مع احترامي لهذا اللاعب ما كانش في المستوى، التدخل ديالو في المقابله ما عطاش واحد بليس اللاعبين، فهنا كاين يعني كما تنقولوا حنايا علامه استفهام. فاللاعب ملي تتراهن عليه وتيدخل وما تيعطيكش اي اضافه، فتنظن هنايا هذه هي علامه استفهام. ديتي 23 لاعب وشي لعابه جالسين عندك في البونطوش، بقيتي كتشكى بان راه ابرهون والحال شويه تقال عندهم مشاكل مع المرات، وهذاك السيد ديال الجديده اللي كلشي كلشي كيشكروا كلشي كيشوفوا، وخصوصا في هذه المقابله بحال هذه اللي خصك تبين تجيب اللاعب اللي غادي يمكن له ينافس نجريف بالنسبه للكونديسيون فيزيك ديالهم. شاكو بصراحه يعني غنجبد تسمح لي دابا بالنسبه كنهضرك على بالنسبه للدفاع، بالنسبه باش زيد تسد كاع السد اللي بغيتي تسد. النقطه الثانيه، الناس بزاف تكلموا على شحوح، ها هو بان في بلاصتو سعيد فتح. انا بالنسبه لي النقطه ديال 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 باش تقلب المقابله هي خروج الفتح دقه 58 ولا شي ياك تقريبا شي ساعه قبل نهايه الشوط الثاني، علاش؟ حيت كان هز الثقل بزاف، ولقيتي تقتيب في ميليو تيران خاوي خالي كيتسارى ورجع كرون بولفار بوليفار رجع كما كانت كيتسارى. دابا هنايا كما قلت لك فاش تكون المقابله بواحد الحصه يعني تيكون اللاعب مرتاح نفسانيا. المشكل اللي وقعوا فيه المنتخب المغربي هو رجع لك انا النقطه ديال الاحتراف، فهنا اللاعب بدا تيخمم تقريبا في المستقبل قبل ما يخمم في هذيك اللحظه اللي انا يقدر يتقلب عليه الماتش. تتكلم عن النفسانيه ديال اللاعب النفسانيه ديال اللاعب النفسانيه ديال الهاوي لان فاش تبدا تفكر في شي حاجه اللي باقي ما وصلتيش ليها، فهنا راه ما كاينش يعني واحد الاحتراف 100%. فكاين كاينين الناس ملي تدخل تلعب مباراه، راه حنا تنتفرجوا في التلفازه تنشوفوا الناس تلعب على اعلى مستوى، فمقابله الا انت كنتي ضعيف نربح حتى ب 10-0 تتلقى نفس المستوى. المنتخب المغربي 3-0 كان يوقف كما قلتي اوموا حنا لاعبين وباقتصاد، لان 3-0 راه غتخليك تلعب باقتصاد المقابله الجايه، تقدر نلعبها في وسط التيران وكما تنقولوا حنا لا سيركيلاسيون ما بين اللاعبين كومباكت الوسط يشد الوسط، والمنتخب النيجيري غادي يخلي واحد ليسباس اللي تقدر تمايا تلعبوا على الكونتر اتاك تاخذ تقديم من الغرض. هذوك لي شونجمون باغ اكزومبل اللي غتدخل هما اللي غادي الناس باقيين فري يدخلوا
اون فوا غادي تيكون واحد شويه ديال سباس غادي يمشيو يزيدوا الرابع يزيدوا الخامس ونزيدك حنا العكس اللي شنا زعما كنتفاجئ. سي محمد نزيدك نقطه اخرى بحال اللي تكلمت على الدخول ديال المحلي واحد راه في عندك خفيف كيلعب على اليسار كيطير كيطير عباد الله كيطير هذاك هو الا ما حتتش دابا باش يدخل يلعب الكونتر هذاك فوقاش بغيتي تدخلو ندخل واحد ثقيل ما كيتقل الكره حتى مثلا اخ توفيق باش تكونوا فاهمين يعني تقريبا السرعه اللي عند حدراف هي اللي عند البحري. لا ولكن يعني تنظن انا بان كون دخل حدراف يعني ومشى بهاد يعني بهاد لان تتراهن على لاعب يقدر يكون في نهارو يقدر ما يعطيكش. بحال شوف العرض الغرابه من الاول تكلمت يعني العرض من الاول مقابله صعبت يعني كتدخل شي واحد اللي انا تنظن يعني انا تسالت مع راسي قلت كيفاش اللاعب بحري اللي ما قدمش مقابله يعني الاولى كامله في المستوى المقابله الثانيه يعني ما كان ما انا تفاجات لي انا قلت مع راسي يمكن النتيجه غتخلي هذا اللاعب يتحرر ويعطي احسن فرغم ان النتيجه كانت في صالح المنتخب المغربي فرغم ذلك فكان الاداء ديالو ناقص فهذا هو علامه استفهام. رايين المغرب انهزم 4-3 تقصى نعطيك نذكر بالنتائج دونك نيجيريا تفوقات على المغرب 4-3 زيمبابوي اللي معنا في المجموعه كانت كتاهل لنصف النهائي وكينتصر على المالي 2-1 غانا كتفوز على جمهوريه الكونغو بواحد 1-0 وليبيا كيتعادل مع الكابون ولكن كيفوز عليه ضربات الجزاء 4-2 اذا نصف النهائي الاول اللي غادي يكون الاربع هو نيجيريا ضد غانا ونصف النهائي الثاني زيمبابوي ضد ليبيا فريق عربي واحد ليبيا امام ثلاث فرق فرق افريقيا السوداء. يعني بصراحه انا تنظن بان اقوى مقابله هي نيجيريا مع غانا. الكل تيعرف بان هاد المنتخبات هادو اللي تنظن حنا بحال لا تنقولوا المغرب ضد الجزائر ولا المغرب ضد الكلاسيكو الكلاسيكو افريكو اللي وغادي تشوف مقابله كبيره فكانت فرصة كبيرة للأسف باش المنتخب المغربي يمشي أنا تنظن يعني لو كان اجتاز فريق المنتخب النيجيري فتنظن أنه كان غيوصل حتى للنهائي. دابا أنا واحد السؤال أسي محمد دابا واش هذا الانتصار ديال نيجيريا واش انتصار الكرة النيجيرية وبالفعالية ديالها كلها ولا غير بأن كاين شي المدرب الوطني النيجيري تغلب على المدرب الوطني المغربي واش الكرة النيجيرية هي دابا هاوية كنتكلموا كنتكلموش على الكرة النيجيرية المحترفة واصلة ناضجة لدرجات باش يمكن لا مازال تقص حنا حتى حنا في اللقاءات اللي كنلقاو ديجا حنا عندنا صعوبات مع ليكيب مع لي بروفيسيونيل باش تواجه نيجيريا كيفاش الصعوبات اللي كتكون امامنا دابا حتى بالنسبة للمحليين هاد الصعوبات كاينة غتقول لي بأن نفس المدرب ديال لي بروفيسيونيل وديال لي زاماتور هما وديال ولا البطولات ديالهم الوطنية هو لو ميم كيشي شنو رايك اسي محمد شنو القراءه ديالك بالنسبه لهاد هاد الفرق اللي كاين بين الكرات بجوج يعني باش ندوي بصراحه يعني هذا واقع هذا خصنا نعترفوا به المنتخب النيجيري احسن من المنتخب المغربي يعني بالالقاب دونك البطوله النيجيري احسن بطوله ديال البطوله الوطنيه يمكن نقارنوا كنا نديروا هذه المقارنه ما تنظنش يعني الامكانيات انا فهمتك انا الامكانيات للبطوله الوطنيه يعني احسن بكثير من البطوله ديال نيجيريا هذه يعني الامكانيات الكل تعرف الاجواء الافريقيه يعني تقدر تمشي تلعب في ملعب اللي ما فيهش حتى تراساج هذه اقل يعني ابسط الاشياء رغم ذلك كاينين عندهم فرق اللي تيلعبوا في الشامبيونز ليغ هادوم معروفين كاين يعني شنو نقول لك هو الاجواء اللي تدوز فيهم في افريقيا فتنظن بان لا المنتخب المغربي لا التونسي لا الجزائر فهادو عندهم امكانيات جنوب افريقيا عندهم امكانيات ولكن العقليه ديال الافارقه فتتبقى بوحدها تنظن باننا تنظن هذوك بحال البرازيليين اللي تعاطين اهتمام للكره واذا دخل مثلا يمارس كره القدم عارف بان راه تيقلب باش يلعب على اعلى مستوى وخير دليل هو اغلب اللاعبين ديال المنتخب النيجيري اللي محترفه راه تيلعبوا في فرق كبرى في تشيلسي كاين يعني راه لاعبين اللي
معترف بهم دوليا. و شنو ناقص المدرب الوطني يا سي محمد؟ شنو ناقص؟ كنشوفوا مدربين، كنشوفوا دابا اسماء كثار داكشي، ولكن دابا ملي كتجي تشوف الصحه دابا كنقلبوا على 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 ناخب وطني. ناخب وطني وقع شحال القيل وقال على بالنسبه خصنا ناخب وطني محلي، داروا تجربات كلشي. كيبقى واخا داك الناخب الوطني عنده واحد النقص، عرفت كنت راه كتوجد وكتبدا داكشي، وان شاء الله عما قريب غتكون مدرب ان شاء الله. ولكن دابا انت كتقرا وكتوجد وكدوز في ليسون داكشي، شنو كظن كاين؟ شنو اللي مازال ناقص المدرب المغربي؟ فا يعني كاينين كفاءات راه بصراحه ندوي بصراحه. فها الى جينا ندوي على بن عبيشه يعني هو الخاسر الاكبر في هذا كاس افريقيا، فيعني حقق انجازات مع مع الشبان مع الشبان. سي محمد اسمح لي اختار سمح لي قطعك، غادي يجي واحد اخر يقول لك النتائج كانت مزيانه مع الشبان، عطاو الكبار ما قادش على الكبار، يقول له دونك شنو معني انت زيد كيكان اللي غادي اللي كيعرف يتعامل مع الشبان، كيعرف يقرا الشبان، كيعرف ولكن حدو تما تاني بحال اللي قلتي هذا راه كان عنده ان غون تشالنج ان ديفي باش مشى هاد لاشون هادي ولعب في لا كارير ديالو يمكن بالنسبه لي لي سيليكسيون. اليوم كنتكلمش على دابا 50 10 سنين حيت غادي تجي التجربه، غادي يجي يمكن نشوف شنو يمكن له يعيش خارج كاع ارض الوطن. ولكن اليوم بان بان بن عبيشه ما مستعدش، مازال ما واجدش وناضج باش يقبل الكبار. هذه يعني دوينا هذا تيتسمى منتخب محلي، فعني يعني منتخب الكبار راه تنظن بان لو كان شاد منتخب الكبار ما غاتكونش نفس المجموعه اول شيء، وثاني شيء فتنظن راه دابا اي مدرب يعني خصوصا في المغرب لو كان اجنبي فغادي يخسر، فغادي نقولوا ليه بسلامه غادي تجيب مدرب اخر وانت غتجيبه. يعني انا نعطيك انا لي سوكري ديال الكره المغربيه تجيبو تا بقى لك واحد دو سيما باش تكون شي مناسبه ديال يعني تلعب شي مع شي منتخب التاهل لكاس افريقيا ولا الاقصائيات ديال كاس العالم، عاد تجيب مدرب خصو يجمع لك الجروب في واحد سيمانه باش نفس المشاكل. ما كاينش واحد يعني كما تنقولوا حنايا تتبريباري واحد الناس مخدام بروغرام تيعطيك اشنو باغيين من هذا المنتخب، اشنو باغي المدرب، اشنو هذا المدرب اشنو دايرين معاه. تجيب مدرب يقدر يتعادل مع الاداره، تكنيك كتكون اللي كنعرفوا شنو باغيين وفين بغينا نوصلوا. فين بغينا نوصلوا؟ هذه احنا ما عندناش، كان مغلون تصور قالوا السلام عليكم ما عليناش. المهم حنا كنبقاو كل مره عاود وقف. جي مدرب تيخسر تيدير نتائج ما مزياناش تيمشي، يجي مدرب اخر تيلعب بجوج مقابلات ثلاث مقابلات. اول حاجه خصنا نفهموا خصنا نعرفوا شنو بغينا، لاش شنو بغينا نديروا فوالا قبل ما نوصلوا الاهداف. اهداف كنهضروا على بان المغرب شنو الصوره ديال الكره المغربيه، شنو واش كنلعبوا 4-3-3، واش كنلعبوا ديفونسيفمون، واش كنلعبوا المسائل. نعرفوا بان شنو الهويه ديال هذا المنتخب، ومن بعد من هذه الهويه هذه نطلقوا من الهويه ونحدوا الاهداف ديالنا. عارفين بان الهدف دابا القريب ديالنا الاول هو كاس افريقيا 2015 عارفينها منظم في المغرب، فيعني هاد الناس خص يكونوا ديجا بريبارالي اشنو باغيين. اش منتخب شكون هما تتجمع واحد الجروب اللي تتشوف فيه بان هذا من دابا من اليوم من اليوم فوالا من هذا الجروب هو اللي يقدر يلعب في. نعطي اكزومبل اسباير ديال قطر، هذاك الوليدات جمعوهم لعبوا بهم التورنوا الاولى ما داروا والو، لعبوا تيلعبوا مع الا قلنا المدرسه ديال ريال مدريد، الا قلنا المدرسه ديال بي اس جي، ديال بارسلون، تشيلس، ديال مانشستر سيتي. فهادو الناس اكبر الانديه. هادو هو اللي قلت لك راه الا كنتي بريباري صافي دي بريباراسيون هي تتلعب مع واش حنايا منتخب اللي خصو يلعب مثلا مع غانا يلعب مع مصر يلعب مع الجيري، هادو مقابلات اللي هاد الناس عندهم البوا في افريقيا. فمنتخب تيلعب مع رشاد البرنوصي وغادي نتسناو منه نتيجه، ف يعني راه ديجا دوينا في هذا الشيء راه ما يمكنش. سي محمد لاحظنا بان رغم هذا الشيء اللي وقع وكل شيء بان اللاعب المغربي الا بغى راه كيوصل، كفاءة كاينة. دونك المشكلة اليوم ما بقاش، خلينا حنا نهضروا على الكونديسيون فيزيك ونهضروا على الأخطاء ديال الكوتشينغ وكل شيء،
بالحق الى ملي كتشوف كتحط واحد لا لوب على اللاعب المغربي عنده في رجليه شفناه مره جا شفناه دابا عنده في رجليه دونك هذا اللاعب هذا خصو يدفع شنو مشكلتنا اذا التسيير هو فين كاين المشكل اليوم شوف هو راس هو 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 راس راس ولا البدايه ديال المشاكل ديالنا هي في التسيير حداك الفومي بيراميدال هابط من الفوق وحنا كنوسعوا هنا فين هنا فين كيخص نقادوا المسائل ديالنا حيت اللاعب بين وظهر بان بدفيعه وحده والمورال يكون طالع شي شويه بان كله يمشي بعيد راه راه الا جينا ندويو نرجع لك واحد شويه اللور بن عبيشه يعني هاد اللاعب كما قلتي راه ماركاو راه وصلوا لواحد السكور ديال 3 بيت في 45 مينوت وكيفاش هاد الناس راه انا اونترينور انا داخل بواحد الجروب عطيتو كيفاش غيلعب بريباريتو وجدتو كانت النتيجه اكثر من داكشي اي حتى واحد ما كان تيتوقع 3-0 فانت ربحتي ب 3-0 ولكن انا الا كان لاعب دوزاميتو غيدخل وما قادرش يزيد فيزيكمو ما قادرش يزيد غتجيب نقول لك انا 4 د المدربين تحطم في بوندوتوش ويقول لي بغى يقول داكشي اللي غتقول لي انا لو كور ديالو ما يقدرش يتجاوب وهنا فهمتيني فين اختيارات الاختيارات ديالك في اللائحه ديالك راه مهمين كتعرف بان اللاعب بحال جحو كتعرفوا شنو كيسوا في الفرقه ديالو كتعرفوا بان ديما حاضر في الملعب بان ما يمكنلكش ماشي غنقول بان غادي يفاجئ المستوى ديالو كتعرف المستوى ديالو دائما غادي بنفس الطريقه دونك انت صعبتي راسك شويه علاش حيت بقيتي مرهون بلاعب هو سعيد في التحليل اللي غادر الملعب انت صدقتي خسر وسط الميدان وما بقيتش عارف شنو غادير في وسط الميدان فتحتي لهم المجال ما نعاودوش حنا نبقاو تفاصيل هادشي اللي سمحوا لنا هضرنا عليه لكن قلت بان المسير ديالنا كنظن هذا هو دابا في هذا المنبر هذا خصهم ينوضوا فيقوا شي شويه وبالي بهذه البلاد خصوصا بهذه الكره حيت الكره الناس كلهم عايشين بكره القدم سبت كل شيء عباد الله الصوت حتى واحد ما تيقراتو بالفرحه وتوحشنا الفرحه والصدمه اللي تلقيناها من بعد الشوط الثاني خلاص من زاد البيت الرابع ما كنقولش هذا ولا هذا مشكله غير المسير المغربي من هذا المنبر شنو عندك ما تقول له سي محمد انا كما قلت لك راه خص واحد التخطيط على المدى البعيد يعني كاين كاس افريقيا 2015 اللي منظم في المغرب فتنظن بان راه الا خرج كاس افريقيا من المغرب فتنظن بان يعني حتى واحد ما غيتقبلها راه حتى المقابله الاخيره 3-0 فالكل كان يعني بدا تيوجد الفرحه بدا تيستعد يعني دوك الاجواء نعاودوا نعيشوا نفس الاجواء اللي عشناهم من قبل ولكن للاسف كيرجعنا للمقابله راه نفس المشاكل راه الا ما كنتيش مستعد ومبريباري الناس لواحد التظاهره فدائما غترجع لنفس المشكل سي محمد راه في التوخ تكلمنا وتفقسنا وكنتمناو ان شاء الله هذا المنتخب هذا دابا حنا عندنا امامنا عام كله باش نوجدوا هذا كاس افريقيا كنتمنى ان شاء الله المكونات كلها ديال كره القدم كلها تجتمع اما وراء شخص ولا شخصين داكشي حنا ماشي مشغولين هادشي غير يجتمعوا ويبينوا شي شويه ديال صوره متكامله صوره ديال الناس اللي باغي الخير لهاد البلاد هادي ولهاد الكره هادي اخت توفيق اسمح لي قاطعتك راه حتى هاد الناس اللي غتجتمع راه دابا حتى واحد ما عنده القاره كل تعرف الاجواء في الجامعه يعني هاد الناس خصهم بعداك اوموا هما يديروا واحد يعني باش تلقى الشخص اللي غدوابه ولا الشخص اللي غيعطيك الامر كانت عندنا مشكله الاولى بعدا هي تفكات مع فيفا القوانين ديال الجامعه تكون سميتو ملائمه للقوانين ديال فيفا هاد المشكله فكوها نهار الجمعه جلسوا نهار كله خدموا بان داك الشيء صافي اتفقوا على بان ها هما القوانين الجديده مطابقه لقوانين الفيفا دونك هذه المرحله الاولى دازناها دابا باغيين كيتكلموا على فلان ولا فلتان غير يدفعوا بواحد وغادي يمشيو كلنا وراء واحد دابا ما بقاش مصلحه شخصيه مصلحه عامه بيان سور هذا راك مصلحه ديال الامه ديال البشر راه كما قلتي قبيله الاخ توفيق راه الناس راه ولات كره القدم هي الشغل الشاغل ديال اي واحد دابا الناس خص كما قلتي ما يشوفوش فلان ولا فلان خصهم يشوفوا
السيد هو اللي غادي يكون غادي نعرفوا بان هذا السيد راه غادي يزيد بهذ الكره كله يعني. نكونوا كلنا وراء ماقاش نهار واحد كيحطم وواحد كيزيد وواحد كيقلد خصنا نمشيو كلنا في نفس الطريق راه الا لقينا كان كل واحد كيجرم جهته راه ما عاوتاني الباقي راه غادي تغرق بحال اللي غرقوا البواخر الاخرين ونبقاو حنا كنتفقسوا نتفقسوا الشعب المغربي كيتفقس نتمنى ان شاء الله يكون يعني هذا السيد اللي غادي يجي في يعني في هذا يترأس الجامعه يعني تكون عنده يستافد من الاخطاء اللي كانوا من قبل ونبريباري واحد المنتخب باش يكون عندنا البوا في سيرتو في لافريك خص يكون عندنا واحد البوا اللي نكونوا حنايا مسيطرين حاضرين حاضرين سي محمد كنشكرك مره اخرى حضرتي معنا في هذا البرنامج شكرا الاخ توفيق على الاستضافه وصلنا لنهايه هذا البرنامج كنذكركم باش يمكن لكم تواصلوا معنا وتتبعونا على موقع gofood.ma وكنضربكم لقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله مع السلامه